السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله من جديد في قناة وصفات ماما سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. وصفة اليوم نتكلم على العقم عند الرجال، مشاكل العقم عند الرجال. جبت لكم وصفة جدا رائعة مجربة، سهلة وبسيطة، فوائدها عظيمة، وإن شاء الله ربنا يرزق الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. نتوكل على الله. وصفة اليوم، إيش هو المكون الرئيسي والمهم والمفيد؟ شوية غريبة بالنسبة لبعض الناس أو أغلبية الناس هذه الوصفة. كيف هذه الوصفة؟ إيش هو المكون؟ تابعوني للآخر. هذه الوصفة أختي الفاضلة أو أخي الفاضل جدا رائعة ومفيدة. إذا أنت سيدتي كان عندك مشاكل في تأخر الحمل، وكان السبب لا قدر الله يكون من الزوج، وأحيانا السيدة ما تعرف إنها من الزوج، تابعيني للآخر، استفيدي وحاولي تسويها لزوجك أو هو يسويها لنفسه. أخي الكريم، هذه الوصفة جدا رائعة، راح تفيدك جدا جدا كثير، وربنا يرزق الجميع. قبل هذا كله حبيت أخبركم عن المكون الرئيسي اللي هو بذور الجزر. بذور الجزر يعني أي نوع من البذور الجزر، بس أفضل اللي هي أورنج أو اللي هي يعني البرتقالية أو اللي هي على الحمراء. هي الجزر أنواع، في بعض الدول نلاقي أكثر من صنف، يعني 5-6 على حسب، بس أنتوا حاولوا تأخذوا هذا النوع أو الأحمر، لأنه يختلف نوعية الفوائد الموجودة في البذور. طيب، هذه هي بذور الجزر. اللي ما يعرفها شوفوا، هذه هي صراحة، هي لونها يعني رصاصي على بني، بس أنا كنت حمصتها من أول. ضروري تتحمص هذه البذور. شوفوا اللي ما يعرفها الحين، أحاول أقربها في الصورة، ما أعرف، هي صغيرة جدا، بس فوائدها ما أقول لكم. سعرها جدا رخيص، متوفرة في كل المحلات. إذا ما لقيتوها في السوبر ماركت أو في الكارفور أو في المحلات الكبيرة، يمكن تلاقوها في المحلات اللي بتبيع الزرع، أنواع الزرع تلاقوها. ممكن تأخذي كمية كبيرة، ممكن أن هذا الكيس بس هذا الكمية، عشان أوريكم وأعلمكم الوصفة وطريقة الاستخدام، بس فيكي أنت تجيبي كميات أكبر. بس بصراحة هذه الكمية كافية كافية كافية. بس ليش قلت لك تجيبي كميات كبيرة أو كمية أكبر من هذه، مقدار كأسة أكثر؟ أنه راح تستعمليها في وصفات ثانية، وأنا راح أنزل لك الوصفات الثانية قريبا. جدا رائعة ومفيدة هذه البذور. هذه البذور أنا سبق وحمصتها، يعني شوية صارت جولد، صارت شوية ذهبية لونها، كان لونها بني على رصاصي. طيب، أجيبي هذه البذور وتحمصيها، وأقول لك كيف تستعمليها، أو أخي الكريم كيف تستعملها لنفسك. جدا سهلة، بس تابعوني الطريقة لين الآخر، لا تخربطوا في الكلام اللي أنا أقول لكم تقوموا تزيدوا شيء أو تنقصوا شيء أو تختلفوا في طريقة الاستعمال، كده ما راح تفيدكم إن شاء الله. اسمعوني لين الآخر وراح يستفيد الجميع. إن عجبكم الفيديو ادعموني باللايكات عشان يتوزع على أكثر ناس والكل يستفيد. واللي زارنا أول مرة يزور قناتي، أقول له مليون مرحبا في قناتكم، قناة وصفات ماما، اللي هي قناة علاجية وقناة لوصفات أحيانا تجميلية وتدابير منزلية، بس أكثريتها علاجية والوصفات كلها مجربة. لا أعطيكم أي وصفة ما جربها أي أحد، هذه بالتحديد والله الذي لا إله إلا هو، جربوها أكثر ناس واستفادوا منها، وسبحان الله قوية قوية، لها مفعول جدا رائع. حتى اللي عندهم سنين ما ولدوا، أو يكون عندهم يعني ولادة وبعدين فجأة يتوقف الموضوع وما تعرف السيدة إذا هي منها أو من الرجال، هذه بالتحديد تخص الرجال اللي عندهم تشوه في الحيوانات المنوية، أو عندهم يعني كانوا عندهم مشاكل برد يعني، أو قلة الحيوانات المنوية، أو تشوهها بس الرجال ما تعرف أو السيدات ما تعرف كيف يعني. يقول الرجال أنا كلش تمام كلش كويس، ليش؟ لا، أنت أحيانا ما تنتبه لهذا الموضوع، يكون في تشوه الحيوانات المنوية، وبالتالي تكون ضعيفة وما تقدر يحصل تلقيح بالنسبة لنطفة السيدة، وبالتالي ما يكون في حمل، فيتفاجأ الإنسان ويقول للحرمة أنت لازم تعالجي، أو يمكن أنا طيب وأنا كويس ما في مشكلة، بالأخير يطلع المشكلة عنده هو. المهم حبيت أفهمكم عن هذا البذور،
إيش هي باختصار؟ هذه البذور اللي هي بذور الجزر من أفضل أنواع البذور النباتية اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. يعني في بذور كثيرة وفي نباتات كثيرة وكلها فوائد، بس هذه فائدتها جدا عظيمة. هذه الفائدة في البذور نفسها فيها فيتامين ألف، فيها مضادات أكسدة، فيها نسبة عالية من الأملاح المعدنية الهامة لصحتنا، لصحة الأعضاء الداخلية الموجودة في الإنسان سواء الرجال أو السيدات. كمان فيها البوتاسيوم، فيها الصوديوم، فيها الكالسيوم ما شاء الله، فيها اليود، فيها الفوسفور، جدا رائعة. فيتامين سي، مجموعة فيتامينات باء المركبة، فيها نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات والبروتينات ودهون مفيدة جدا للإنسان، عشان كده بنستعملها كثير في علاجات الطب البديل. أنا شخصيا أستعملها كثير في علاجات الطب البديل، لها فوائد جدا عديدة، من بينها تخفض ضغط الدم هذه البذور. بعدين أعطيكم كمان وصفات ثانية غير العقم. باختصار حبيت أفهمكم على أهمية هذه البذور. إحنا ما نعرفها بس ناخذ الكاروت العادية، بس إذا استخدمنا الكاروت العادية مفيدة للبصر وكده، بس البذور أكثر أفيد من الثمرة نفسها. يعني كمان مفيدة للكلى، مفيدة للمثانة البولية، البروستات عند الرجال جدا رائعة هذه البذور، تفتت كل الرمل والحصى الموجود. نعالج بها مرض النقرس، وعلاجها نهائي لمرض النقرس، ووصفتها غير وصفة تختلف وأنزلها لكم إن شاء الله. مفيدة للإسهال، للنفخات، تطرد الغازات المتراكمة عندنا، تشيل الحموضة اللي في المعدة، جدا نافعة على مرض البهاق، جدا كويسة اللي عندهم توتر وعندهم ضغوطات نفسية ودايما مزاجهم مش كويس. يعني مفيدة للرجال والنساء، بس اليوم بالتحديد راح نحكي على العقم عند الرجال بالتحديد، وخاصة اللي عندهم تشوهات في الحيوانات المنوية وما يدرون ايش هي المشكلة اللي عندهم. اهم شيء نختصر الموضوع عشان ما اطيل الفيديو، لانه في فوائد كثيرة. اسف على الازعاج. المهم اسف على الازعاج، الصوت كان قوي. انا المنطقه اللي ساكنه فيها كلها سيارات رياضيه، على طول كل ما اسجل فيديو ارجع امسحه واسوي واحد ثاني، اسفه ان طلع صوت السيارات. المهم قلنا ناخذ بذور الجزر هذه جدا رائعه ومفيده. ايش راح نسوي فيها اختي الفاضله؟ راح نجيب التمر. بالنسبه للرجال هذه الوصفه خاصه للرجال، جدا رائعه، تقدري انت تسويها لزوجك او لاخوك او تنصحي بها حد ثاني. ان عجبكم الفيديو شاركوا للي عنده مشكله لهذا المشكل، ويمكن انت اذا استعملتي اسفه هذه الوصفه لزوجك تستعملي وصفه الجزر، راح انزلها بعدين ان شاء الله يمكن اليوم او بكره، الخاصة بالنساء، تستعملوها في وقت واحد عشان تكون الفائدة جدا عظيمة، وتكون في نفس الشهر اللي تستعملوا فيها الوصفة يكون حمل بإذن الله. إيش راح تسوي أختي الفاضلة؟ إيش راح يسوي أخي الفاضل الكريم الله يكرم الجميع؟ إنك راح تمسكي بعد ما تحمصي البذور، ما تطحنيها، بالنسبة للرجال لا تطحني البذور، تحمصيها لين تصير جولد، ذهبية اللون. تمسكي التمر 14 حبة، ضروري 14، يعني لا تزيدي ولا تنقصي، 14 حبة أي نوع من التمر اللي هو يحبه زوجك، يكون يعني طالي شوية ولذيذ. وبسم الله توكلنا على الله. إيش راح تسوي؟ من يكون الفيديو بس شوية، الكمية هذه شايفة، وتحطيها جوا زي ما سوينا الفيديو حقت حب الرشاد بالتمر للسيدات. تسويها كده وتقفليها. حطيتي فيها بذور الجزر محمصة في وسط التمر، سويها 14 حبة، 14 حبة. أنا ما راح أخذ منكم الفيديو كثير، بس فهمتك الطريقة. أنت راح تسوي 14 حبة، أنت أو هو اللي سوى هذا الشغل يكون على طهارة دائما، عشان ربنا ييسر الأمور دائما. الإنسان لما يمسك وصفة علاجية ويتوكل على الله ضروري يكون على طهارة. يعني أختي الفاضلة سويها أنت أو يسويها الزوج نفسه، وفيك تسويها من غير ما تخبريه. يعني في ناس تنحرج او يقول لا ليش سويت وما عندي مشكله وما عندي اي شيء، انت اللي عندك المشكله. انت سوي هذه الوصفه لحالك واعطيه له ياكل، يعني قل له كويسه اكيد راح يثق فيكي. قربي التمر لفمك وقري هذا الدعاء، الكلام اللي راح اقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. جهزتي التمر، حطيتي عليه الجزر اللي سبق وانحمصتيه، بذور الجزر يعني، ودعي بهذا الدعاء.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كرريها أكثر من مرة، كويس يعني، والله كويس. وقولي هذا الدعاء بعد، سواء في صلاتك أو على التمر هذا، وذكريه به هو كمان. أخي الفاضل، إذا أنت استعملته وقت اللي أنت تأكل التمر خلاص جاهز، وأنت التمر على فمك، إيش تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. قول: يا ذا الجلال والإكرام، أكرمني الذرية الصالحة عاجلا غير آجلا. 3 مرات، 10 مرات، كلما أكثرت الكلمة حتى لو مرة واحدة. يا ذا الجلال، ادعي باسم الله. يا ذا الجلال والإكرام، أكرمني الذرية الصالحة عاجلا غير آجلا. وكل يوم حبة تمر، كل يوم واحدة، لا ثلاثة ولا لا كلهم ولا شيء، حبة واحدة كافية على الريق الصباح. كل يوم حبة على الريق الصباح، جدا جدا مفيدة ورائعة. إن شاء الله إن شاء الله الناس اللي جربتها والله العظيم كانت جدا ناجحة ممتازة ورائعة جدا. الله يكرم الجميع، الله يرزقكم الذرية الصالحة يا رب العالمين. الله يعبي بيوتكم يا رب بالأطفال، بالضحكة الحلوة، بالابتسامة الزينة، بالذرية الصالحة اللي تقر منها الأعين يا رب العالمين. جربوها ورح تدعو لي بإذن الله تعالى. هذا الأسبوع رح أنزل لك الوصفة اللي تفيدك، يمكن تستعمليها في نفس الوقت مع الزوج عشان يكون في نفس الشهر بإذن الله الحمل. إن عجبكم الفيديو شجعوني باللايكات، من زارنا أول مرة أقول له حياك الله، أحبكم في الله، أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله قريبا. مع السلامة.